بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي سنة تالتة بداية النهارده إن شاء الله كده هنبدأ درس معانا Our Skeleton and Muscles. Skeleton معروف اللي هو الهيكل العظمي والمسلز اللي هي العضلات. طبعا هنشوف وظيفة كل واحد. الأول قبل ما نشوف وظيفة كل واحد هنعمل ريفيجن بسرعة على القاعدة اللي خدناها المرة اللي فاتت اللي هي Going To. لو فاكرين Going To قلنا بنستخدمها عشان نعبر عن بالترتيبات. أوكي I am go ولا goes ولا going to wear a helmet to protect our skull. طبعا I am going. اوكي okay. التاني he is going to wear ولا wears wearing pads to protect his knees. لو فاكرين طبعا قلنا going to هيجي بعدها infinitive مصدر. تمام يبقى wear. الجملة التالتة they is ولا am ولا are going to go to the park today. طبعا they are going to go. The last one is we ولا he ولا I going to climb the rock. طبعا is he. اوكي تمام شوف اللي بعده. لو بصينا على الصورة قدامنا عند skeleton. skeleton هيكل العظمي وده طبعا اللي هي the bones in our body العظام اللي هي موجودة في جسمنا كله. نشوف our skeleton is the bones that keep us strong and help us move. يبقى هي اللي بيخلينا strong اخويا لان طبعا من غير عظام الجسم مش هيبقى هش. we help us move. اوكي okay. بصينا على تشريح الجسم ده مش skeleton ده اللي هي muscles العضلات. طيب نشوف muscles وظيفتها ايه. our muscles help us move our bones. we can't do anything without the muscles. العضلات هي اللي بتحرك الجسم كله. طبعا لو واحد ما عندوش عضلات ضعيف مش قوي اوكي okay. هو انما العضلات هي اللي بتحرك الجسم. اوكي okay. شو بعده؟ طيب هنشوف بقى المسلز بتستخدم ازاي. هنا we use the muscles when we chew food to move the jaw bone up and down. chew اللي هو يمضغ. انا لما بمضغ الطعم بتاعي طبعا محتاج عضلات. طيب chew اللي هو الفك بتحرك الفك فوق وتحت كل دي عضلات. ومعروف ان اقوى عضلة في جسمي عضلة القلب the heart. اوكي طيب نشوف بقى اللي هي the show طبعا اللي هو بيمضغ. طيب شوف اللي بعد the muscles in our arms and elbow move when we play tennis. لا مش play tennis بس ده مثال انما كل حاجة. هنا معروف ان اللي هي العضلات بتاعت الذراع بتاعت اللي هي الكوع elbow. طبعا لما تلعب تنس محتاج انك انت طبعا عضلات قوية. طيب اهو شايفين هنا اتنين حلوين بيلعبوا تنس بيحركوا عضلات. yes bones are hard. معروف ان العظام صلبة. and they protect our soft organs. العضلات او العظم بتاعنا بيحمي الاجزاء او الاعضاء الطرية في الجسم. طيب زي ايه؟ our brain اهم عضو في الجسم كله brain بتحمي ليه skull heart and lungs. الهارت اللي هو القلب واللانجز اللي هي الرئة بتحمي طبعا بليه ribs. اوكي are important organs that need to be safe. محتاجين ان هي في امان عشان خاطر ان هي تؤدي وظيفتها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حماها بالبونز. لو بصينا هنا عايزين نحط الكلمات على الهيكل العظمي. طبعا اول حاجه عندك برين. طيب نمبر 2 دي ايه؟ اوكي تمام جود سكال اي سكال. طيب 3 اللي هي الضلوع بتاعتنا الريبس بتاعتنا يس ريبس. طيب 4 ده اللي هو ايه؟ شوف كده جو ده ولا الفك. نمبر 5 البو اللي هو الكوع خلاص. نمبر 6 ني اللي هي الركبه. طبعا كل ده اسمه سكيلتون اللي هو الهيكل العظمي بتاعنا خلاص. طيب نشوف بعد كده هاو هيلثي ار يو. لازم كل واحد يسال نفسه سؤال هاو هيلثي ام اي. هاو هيلثي ام اي قد ايه انا صحي. هل انا فعلا صحي؟ هل انا بعمل حاجة صحية ولا هل عكس كده؟ نشوف هنشوف بعض الكلمات. اول حاجة واحد طبعا دي healthy. the healthy one says بيقولك I never skip breakfast. never skip breakfast ما تفوتش الفطار نهائي. يعني ما تضيعش وجبة في البيت كده وتقولك لا انا هفطر في البيت. لا معلش اتعب ماما شوية في الصبح. هي مش هتتعب طبعا بالعكس هي هتبقى مبسوطة جدا انك انت بتفطر في البيت. ده اللي هو الهيلثي بيرسون نيفر سكيب
breakfast. I get 9 or 10 hours every night. أنت حضرتكم في السن بتاع التالت ابتدائي ما ينفعش تقل عن 9 ساعات يوميا بأي شكل من الأشكال. طبعا بالليل في النهار المفروض بالليل تنام بدري وتصحى بدري. Okay, 9 or 10 hours every night. Right. I love being outside. ما ينفعش إنك تحبس نفسك في البيت كل الوقت. لازم تخرج طبعا، تروح المدرسة، تخرج مثلا من النادي، تلعب رياضة، بس ما ينفعش طبعا فيديو جيمز وكل اللي هي بتاعت البيت. اوكي. I always eat 5 pieces of fruit a day, sometimes 6 or 7. ايوه، تشيبس وفيز درينكس والحاجات دي بتخليك مش عايز تاكل فاكهة، وده غلط. الفاكهة ده شيء أساسي وشيء ضروري لازم نعمله. الفاكهة مهمة جدا، هي والفيجيتابلز، فروت اند فيجيتابلز. اوكي. I have about 6 cups of water a day and more when it's hot. Drinking water is very important. Why? Because you know that about 71% of our body is water. حوالي 71% من جسمنا مية. سبحان الله، نفس نسبة المية اللي على كوكب الأرض. 71%. فلازم نشرب مية كتير. Even it's winter. حتى لو كان شتاء. ما ينفعش انك انت حضرتك ما تقول لا انا مش عطشان، لا تشرب ميه مهما كان. اوكي، هسألك اسئله هنا وتشوف انت بقى هتجاوب. Do you ever skip breakfast? Do you ever skip breakfast? طبعا كل واحد هيجاوب بمزاجه. بالنسبه لي انا No. I love breakfast. I am always hungry in the morning. انا دايما بصحى الصبح لازم افطر. الحمد لله تعودت من صغري ان انا افطر قبل ما اروح اي مكان. اوكي، ما ينفعش اخرج من البيت من غير فطار، والمفروض كله يتعود كده. طيب، Do you ever sleep a lot at night? بالنسبة لنا يعني وانا صغير كنت، بس دلوقتي ممكن عشان الشغل وكان ده كله ممكن انا ملايل، بس انت المفروض لا لازم. Yes, I always sleep about 8 hours a day. لازم تنام على الاقل 8 ساعات في اليوم، على الاقل خالص بالنسبة لنا احنا ككبار، انتم على من 9 الى 10 ساعات. في بعض العادات الصحية هنشوف انت بتعمل ايه في يوم. Drink water or fizz drinks. اسأل نفسك. If you drink water, it's good. If you drink fizz drinks, cola and so on, I think it's not good. شو بعده؟ Play video games. Do you play video games? Or do you do sports? الصحي طبعا أكيد play sports. Do you watch TV? Do you ride a bicycle or do you cycle? بعده. Do you eat vegetables? تأكل فاكهة؟ Or Do you eat unhealthy food, crisps and so on? من خلال إجابتك على الأسئلة دي هتعرف قد إيه أنت صحي. أوكي، تمام؟ بعض الشخصيات عندنا دي مين؟ اللي هي ليلى. شوف ليلى بتقول إيه. في ممكن أحيانا بتبقى في بعض المشاكل. تقول لك I sometimes stay up late on a school night because I like watching TV. أهو حاجة وحشة خالص. Stay up late watching TV and playing video games. وبتحب تلعب فيديو جيمز. In the morning I feel tired and cross. تحس اني تعبانة ومتضايقة، وده طبيعي جدا. السهر بالليل، تفرج على التلفزيون كتير، انك تلعب فيديو جيمز اكيد هتبقى مش كويس الصبح، وهتبقى متضايق وتعبان وعايز تنام في الفصل طبعا، وده مش طبيعي. نشوف الشخص التاني مين. ادم. نشوف ادم بيقول ايه. When I find things difficult at school. لما يلاقي صعوبة في حاجة في المدرسة بيعمل ايه؟ Or I have arguments with my friends. او ممكن بيبقى في جدال مع اصحابه. I try to stay positive. بيحاول يبقى ايجابي. طيب بيعمل ايه؟ I like taking a walk outside. بيحاول يتمشى فين؟ في الخارج، وده شيء كويس جدا. Because it helps me feel happy and calm. بيخلي سعيد وهادي، وده ده تخلص طبيعي من التوتر والحاجات اللي هي بتصيبه. غير نشوف دارين بتقول ايه. I do exercise every day. ممتاز. I play football or go swimming. هايل. I like cycle too. Okay. I am always in good mood after I do exercise. أكيد طبعاً. لازم الواحد يبقى مزاجه رايق جداً ومزاجه كويس بعد ما يعمل تمرين. شوف زين بيقول إيه. I like fruit but I eat a lot of sweet snacks too. Okay. طيب sometimes I feel tired. ده شيء طبيعي جداً. So I have candy and snacks. أول ما يتعب يأكل حلويات ويأكل snacks، وده طبعا مش صحي خالص. طب مامته بتقوله My mom says I don't get enough nutrients. طيب أكيد طبعا من snacks والحاجات دي كله بتصدى نفسي عن الأكل، فلذلك ما بتاكلش أكل صحي.
نشوف بعد منه اخر واحد. شوف ملك. ملك بتقول ايه؟ I like school but sometimes I worry because I have argument with my friends. Then I feel angry and sad. بتغضب وتزعل. I don't tell anyone. وما بتحكيش لحد. I play video games and try to forget about it. وللأسف بتحط غلبها في الفيديو جيمز وتحاول تنسى وده ما بينسيش. ان شاء الله كده بإذن الله كده انا هقف لحد هنا ان شاء الله. بس حمل اكسرسايز صغير نشوف. اول اكسرسايز write a word under the picture. عايزين نكتب كلمة تحت الصورة. اوكي. اكسرسايز 2 choose the correct word. هنختار الكلمة الصح اللي تناسب الجملة وتخلي الجملة صحيحة. نمبر 3 punctuate the following. عايزين نعمل punctuation واحنا طفلنا. punctuation عبارة عن يا اما اول حرف كابيتال او في الاخر فول ستوب او كويستشن مارك او عندنا مثلا كوما ابوستروفي اند سو اون. رايت ا سنتنس ديسكرايبنج ايتش بيكتشر. عايزين نتعود نكتب جمله ان احنا نصف صوره. اوصف الصوره اللي قدامك دي بجمله. ذا لاست وان رايت ا سنتنس او ريد اند تيك. عايزين نقرا الباسج دي ونشوف الجمله دي ترو اور فولس صح ولا غلط. فبالتالي بنعمل صح او غلط جنب صوره كده. خلصنا الدرس بتاع النهارده. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.